صحة حديث صيام الليالي البيض كصيام الدهر ليس بهذا اللفظ، إنما المعنى ثابت أن الأيام البيضة صام، له شواهد يصحح بها. ثم إن هذه الليالي ستبدأ، هذه الأيام البيض ستبدأ من غد، فننصح إخواننا بصيامها. ومعنى أنك تصوم يوما الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام كصيام الشهر، فكل شهر ثلاثة أيام كصيام الدهر.